يلا نبتدي بقى على طول المرحله بتاعت الاسئله. عندنا ثلاث مراحل، انا مين ودي الاسرتين كلهم بيشاركوا فيها، والمرحلتين التانيين بيبقى صح وغلط او اختيارات الاطفال الصغيرين بس هما اللي بيجاوبوا، ولو ما عرفتوش تجاوبوا عندكم بابا وماما او هنغني. اوكي جاهزين؟ جاهزين. ايوه عايزه صحصحه كده زي الاريا. جاهزين؟ جاهزين. يس. السؤال الاول للاسره دي، انا من قاده النهضه العلميه في مصر، قمت بافتتاح مدرسه الالسن. هاي خدناها. مين؟ بابا وماما. خمسة، أربعة، ثلاثة. معقولة؟ مش فاكر. اتنين، واحد. رفاعة الطهطاوي. لا نركز بقى. أنا أبو التعليم ومؤسس المنظومة التعليمية الرسمية الأولى في مصر. أسامة مين؟ مين؟ لا مش أسامة مين. مين؟ خمسة، أربعة. مش قاسم أمين؟ لا لا. تلاتة. المرأة، سأعلم المرأة يعني. اتنين، واحد. علي باشا مبارك. يا رب. طب يمكن الجغرافيا، يمكن الجغرافيا. أنا عاصمة دولة ليبيا. ها؟ طرابلس. طيب ماشي جاوب. أيوة كله يجاوب أي حد. أنا عاصمة رومانيا. روما. لا رومانيا رومانيا. خمسة، أربعة، حواري. كان في مسلسل اسمه حواري. إيه؟ تلاتة، اتنين. بخارس. برافو، لحقتوا نفسكم. يعني يعني يلا بقى معلش. أنا لاعب مصري لعبت في عدة أندية ألمانية أبرزها بروسيا دورتموند. مين؟ لاعب مصري؟ أيوة. ميدو، أحمد حسام ميدو. أنت هتقولهم لي كلهم؟ خمسة، زيزو. أربعة، زيزو. تلاتة، لا معقولة. اتنين، محمد مين؟ واحد، محمد زيدان. محمد زيدان. ايه؟ ايه؟ ما تصحصحولي، مش ممكن. أنا لاعب منتخب الجابون، ألعب حاليًا في نادي تشيلسي الإنجليزي. أوباميانج. إيه الثقة دي؟ بيير. لا وعارف وبيقولها بثقة، يعني أوكي إيه الثقة دي عجبتني قوي. طب أنا رأيي إن إحنا لسه ما صحيناش فمحتاجين نصحصح. تعالي يا أستاذ، تعالي يا أستاذة. يلا ريدي ستادي جو. يلا انزل. يلا يا يوسف بسرعه. فين الكره البيضاء؟ المهم زرع. الكره البيضاء فين يوسف؟ الكره زرقاء مش بيضاء. هناك شويه هناك مكانك يا لاريا. ايوه انتوا ليه ما بتشجعوش؟ يلا يا يوسف. يلا لاريا هناك 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 يا يوسف. لاريا بابا بيقول لك هناك. ما اعرفش هناك فين بس يعني اختصوا دوروا. اختص يا يوسف. يا بنتي لا برضو. يا لاريا في الحته اللي انتوا نزلتوا فيها. يلا يا يوسف بسرعه بسرعه يا يوسف. ايوه روح هناك. ايوه اختص يا يوسف. يلا حد لا شوفها شوفها. اختص يا يوسف. اختص اختص بسرعه. بص كويس فين الكره الزرقاء. لازم اعد بقى كده. ابتدي اعد. يا يوسف يا يوسف. ها اختص وروحوا عند الاطراف وانزلوا تحت. في كرة زرقاء كبيرة. فين الكرة الزرقاء؟ هو ايه فعلان ده؟ الاقيها لو هتجيبيها. يلا يا يوسف. فين الكرة الزرقاء؟ فرحانة يعني شوش فاكهة. زي ما انت يوسف. يوسف ايوه 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 ايوه. هبتدي اعد بقى انا كده. هبتدي اعد بقى. اول مرة تبتدي. هبتدي بقى بسرعة. ايوه هنا دور. استنى ايه؟ يوسف 10. يوسف يوسف. تسعة. يوسف يوسف. دور وراك كده. وراك تمانية. ايوه كملي كملي. سبعة. هو على فكرة هما مش شايفين حاجة. بسرعة يا يوسف. ستة. دوري يا إيلاريا. دوري يا يوسف. اختص يوسف هنا. اختص اختص. خمسة. ايه ده؟ أخيرا أخيرا. رحلة سعيدة رحلة سعيدة. صحصحوا معايا بقى. محتاجين تصحصحوا اللي جاي صح وغلط والكتاكيت. الولاد والبنات بس هم اللي بيردوا. ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده. السؤال الاول للولدين الحلوين يوسف وادهم، شرم الشيخ هي مدينه السلام وتعد من اكبر مدن محافظه جنوب سيناء، صح ولا غلط؟ غلط. صح صح. يعني اعمل ايه انا؟ امسح. لا ايه يا ماما؟
ايه يا ماما؟ صح ولا غلط؟ صح. صح. اخر كلام؟ صح. صح. اخر كلام؟ صح. مش واثق. انا عايزاك تبقى واثق. اخر كلام. اخر كلام بالظبط. طبعا ان شاء الله مش شيخ اكيد يعني. ده اخر كلام. طيب. برج القاهرة يعد من أهم المعالم المصرية المشهورة ومصمم على شكل زهرة اللوتس المصرية. صح. طبعاً صح. أنشأ البابليون نظام الكتابة الهيروغليفية التي تتكون من حوالي 700 رمز. صح ولا غلط الكلام ده؟ صح. غلط. بجد؟ البابليون؟ غلط. حضارة بابل اللي عملوا الكتابة الهيروغليفية؟ غلط. أمال مين؟ غلط. أمال مين؟ لا مش مصدقة. مين اللي عمل الكتابة الهيروغليفية؟ المصريين. المصريين القدماء طبعاً. أنت بتفكر في إيه؟ أنا ما كنتش أعرف. ما كنتش تعرف الكتابة الهيروغليفية إحنا اللي عاملينها. يا نهار أبيض. هارون الرشيد قام بافتتاح أول مكتبة عامة للعلماء والدارسين في بغداد وسماها بيت الحكمة. هارون الرشيد صح ولا غلط؟ غلط. غلط؟ متأكدة؟ تدرسي التاريخ إيه؟ يمني ولا مصري؟ قوليلي احكيلي يا رغد. مصري. مصري صح؟ يبقى صح ولا غلط؟ غلط. مساعدة طيب؟ غلط. لا هي صح طبعاً. هارون الرشيد قام بافتتاح أول مكتبة علماء عامة للعلماء والمدرسين والدارسين في بغداد وسماها بيت الحكمة. أوكي؟ ماشي. القط السماك هو قط بري يصطاد الطعام في النهار وعينه لا تساعده على وجود فريسته. صح ولا غلط؟ غلط. برافو. غلط. ماشي. الأبقار تتمتع بأسنان مستوية تتناسب مع أكل العشب. صح ولا غلط؟ صح. إيه يا بابا؟ شفتك يا بابا. والله شفتك يا بابا. صح ولا غلط؟ صح. متأكدة؟ اه. ماشي طبعاً أكيد متأكدة. ماشي خشي. تعالوا نخش على اللي بعده. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. جاهزين تشجعوا؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو. مين تعرفين ان محدش بيجيبها بسهوله خالص؟ بجد والله انتوا اول اطفال تقولنا وتعرفوا تلعبوها في الرحله دي. 2-1. رحله سعيده. رحله سعيده. طيب الاختيارات، والاختيارات دي برضو الولاد والبنات بس اللي بيجاوبوا، عندكم وسائل مساعده، اوكي؟ يلا. يشتهر سكانها بانشاد السيره الهلاليه وفن التحضير. صعيد مصر ولا مدن القناه ولا مدن الدلتا؟ مدن الدلتا. هي اللي بتحطب؟ ثواني. ثواني فكر يا يوسف. فكر يا يوسف. فكر الأول. يشتهر سكانها بإنشاد السيرة الهلالية وبيحطبوا وفن التحطيب. صعيد مصر، مدن القناة، مدن الدلتا. مين يا أدهم؟ مين اللي بيشتهر بفن التحطيب؟ في وسيلة مساعدة. 5. عايزين إيه؟ 4. في وسائل مساعدة عايزين؟ الصعيد. ايه؟ الصعيد. هو انت بتقولي له ايه؟ الصعيد مصر. بتقولي له قول الصعيد؟ لا لا, 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 لا والله بقول له جاوب يا ادهم. ايوه جاوب يا ادهم. قول الصعيد المصري. يا سلام جبتها لوحدك دي. شفت ما قالهالكش ادهم يعني؟ والله ما قالهالها. لا ما قالهاش. صح قالها في ودنك ورا. لا والله صعيد مصر. صح برافو. يلا هنا نسال السؤال الثاني. تقع بانوراما حرب اكتوبر في محافظه الاسكندريه ولا القاهره ولا الاقصر؟ سهله قوي. في القاهره. ماما احنا سامعينك. ماما احنا عندنا وسائل مساعده. انت تطلبي مني وسيله مساعده. انا سامعاكي والبيوت كلها سامعاكي عشان انت لابسه مايك. فاهمه؟ فاهمه حاجه؟ فالبوينت اتنقصت من عندكم على مبدئي. اسفه ماما. ما احنا عندنا وسائل مساعده. تطلبوها اديها لكم. ماشي. اشترت ياسمين كيسا من السكر وزنه 80 جرام ثم استخدمت 34 جرام. كم جرام من السكر متبقي؟ 46 ولا 45 ولا 55؟
45. انتوا فكرتوا؟ 45. انتوا حسبتوا؟ احسبها الاول. سكر وزنه 80 جرام، هي استخدمت 34، يعني 80 ناقص 34 46. طبعا يا ادهم اللعيبه. هو حسبها بس مش اكتر. فكر، خد ثانيتين وفكر. انت استعجلت. اوكي، هنا بقى نركز البنات بس عشان انت مدرسه ماث اصلا، ما ينفعش تعديهم اصلا. لدى كريم علبه من البسكويت وزنها 60 جرام، اكل منها 17 جرام، كم جرام تبقى من العلبه؟ 43 ولا 42 ولا 41؟ خد يعني اصلا هي هو كام اصلا؟ 60. 60 جرام، اكل 17 جرام، تبقى 43 ولا 42 ولا 41؟ يعني 60 ناقص 17، 60 ماينس 17. قول يا رغد يلا. 43 47 42. يا بنتي هم 3 ولا 2 ولا 41؟ دي الاختيارات. يلا 60 ماينس 17 ايكوالز. طب عايزين مساعدة من ماما. طب طبعا. ممكن قول يا رغد. قول يا ماما. 43. مدرسة ماث البنت مش عارفه تحسب. هما الاثنين. هما الاثنين. طب ما نركز بنتي وجارتي. طيب ماشي. قالت هجيب ماما. ما اكيد هتجيبي ماما. ماشي. من الادوات التي يستخدمها الاطباء المفكات، جهاز قياس ضغط الدم، الوصلات الكهربائيه. قياس ضغط الدم طبعا. الحمد لله. شكرا. انا كنت عارفها. انا عارفه انك عارفها، انت شاطر. ماشي. يقومون بصناعه الاثاث والمصنوعات الخشبيه، البناؤون، النجارون، الخياطون. النجارون. طبعا النجارون. وبكده يبقى وصلنا لنهايه فقره الاسئله.